في حضور جماهيري لحد ما كبير من عشاق ومحبي الكبيرين نادي بيل المشاهدين على ارضه يمنع هدف جميل ليه على طول بردس الاماميه خطيره مهاره دفاع روعه بقدم عاليه من يوهان راسيه خطيره جدا وطاله والهدف جول جول جوه جول الهدف الاول هدف التقدم لاصحاب البيت والدار الركنيه والعرضيه والراسيه والمتابعه الجميله وهدف اول مشاهدينا في الدقيقه كام ده في الدقيقه 54 من مشاهدينا الاعزاء من ركنيه ومن العرضيه ومن دربكة ممتاز ريجي اللمسة لمينر تصويب عرضية والهدف جول جول جوه جول التعادل الجميل تصويب روعة بقدم النجم مينر يحطها جميلة جدا قوية والانطلاقة مرة تانية مهارة انطلاقة حلوة من الباك الشمال تايلور عرضية في التعادل بقدم النجم جيمس مينر في الدقيقة 62 لعب كرة عالية راسية خطيرة الدفاع ورا الهجمة مرة ثانية ارنولد عرضية عالية والهدف جول جوه جول الهدف الثاني عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني العرضية ايه الماز عرضية ساحرة ومتابعة جميلة من اللمسة الواحدة ابن البرازيل ابن السيلساو النجم الخطير دوري حتى لسبعة دف الركنية عرضية البرة راسية جمال والتصويبة جميلة بقدم النجم الكبير السويسري الرهيب شاكيري الهدف الثالث اليوم في مرمى الحارس